سوبر 94 مش بس اول سوبر افريقي ما بين الزمالك والاهلي، لكنه الماتش اللي الناس لسه بتتكلم عنه لحد دلوقتي بسبب الاحداث اللي حصلت فيه. الزمالك فاز بهدف لايمن منصور باسيست من اشرف يوسف، لكن اللقطه الجدليه كانت في طرد مدافع نادي الاهلي محمد يوسف بعد لقطه مع ضيفنا اللي منورنا النهارده الجوكر كابتن اشرف يوسف. اهلا بيك على يلا كوره. متشكر اني موجود معاك يا استاذه دينا. مبسوطين بوجود حضرتك ووحشنا. الله يخليك. والزملكاوي بيسالوا على حضرتك، حضرتك فين؟ الاستاذ محمد يوسف هو ليه الفضل ان اطلع النهارده مع الزمالك. مبسوطين بوجود حضرتك معانا النهارده. متشكر جدا. كابتن محمد يوسف قال انا كنت واخد الفاول واتفاجئ بالطرد، ممكن حضرتك تحكي لنا عن التفاصيل بتاعت ماتش السوبر؟ والله الكابتن محمد يوسف يمكن في نقطه بس زياده هو اتقالت ما كانتش موجوده، لكن بدايه الماتش الفتره اللي فيها محمد يوسف لعب ناحيه حسين عبد اللطيف عمل معاه فاول كان يستاهل الطرد وقطع غضروف لكابتن حسين، قعد 5 شهور بعيد عن الكوره خالص. وده كان اول تغيير للزمالك في اول 10 اول على طول فجوري الله يرحمه كابتن جوهري اشرف روح ناحيه الشمال وجاب عصام مرعي ناحيه اليمين. انا رحت ناحيه اليمين كان موجود محمد يوسف معايا. للأمانة لو جبت التفاصيل بتاع التلفزيون أو الشريط بتاع الماتش الكرة كانت معايا بنسبة 100%، أنا بلمها فوجئت إنها بعدت عني، فكان محمد يوسف هياخدها يرفعها لحسام حسن، أنا في التوقيت ده أنا اللي تسببت أعمل فاول معاه، فجيت أعمل فاول فوجئت إن هو حط رجله قدامي فهو امتلك كل حاجة. فأنا وقعت الوقعة ما كانتش مظبوطة بسبب رجله هو. فوجئت ان لما وقعنا انا بقوم بقول له ليه بنفس اللفظ حتى لو تجيب اللفظ عصبيه ملعب طبعا ليه كده، لكن انا ما وصلتش ان انا خنقت او عملت زي ما بيقول لا صعبه انا ما عملتهاش حتى في الشارع في لعب الشارع. فانا جيت قلت له ليه كده، اسف ممكن تكون وصلت ايدي ليه لكن ما اقدرش لكن مش لدرجه الخنق لا صعبه هو كان صعبة. بيقول انه حركه لا انا ممكن ايدي تكون راحت لغيت عنده لكن ما توصلش ان انا اخنقه. فلما هو قام راح فرد ايده ومش بعيد بعيد عن خطوتين، فانا رايح له لقيت الكابتن حسام حسن زي ما تقول انا هو صعب عليه ان يشوف اشرف كده فخدني في حضنه بعدنا عن محمد يوسف. في التوقيت ده اللي زمان كان بيشاور للحكم، فالكابتن عفت نصار فقال له يا كابتن اللي زمان عايزك. اللقطه بتاعت الكابتن عفت نصار دي هي اللي خلت الحكم يروح لجري اللي هناك اللي زمان في نص الملعب. اللي زمان كلمه مش كلمه فاول لاشرف يوسف او فاول لمحمد يوسف، كلمه ان ايده اترقد محمد يوسف ضربت اشرف يوسف ده الطرد بسبب كده، لكن هو طرد مستحق، لكن انا في برامج بتقول لك انذار وانذار لا هي الضربه جت تستحق طرد بالنسبه كلعيبه احنا برضه فاهمين كوره مش حتى هو كابتن محمد يوسف يعني لما براجع الفيديوهات ما كانش فيه استغراب او اعتراض ان هو الطرد لا يعني. ده كلامك سليم ما شاء الله ده انت حتى متابع اللقطه فيعني بيدل ان هو مش بيدافع عن نفسه يعني طلع من غير اي حد ما يتكلم مع اي حد خالص لانه حس ان هو ايده وصلت مش هقول لك انا ما ساعتها كان الكابتن جوهري اتمرن مع الكابتن جوهري ما كانش بيعاني من اي ضعف قوي كل جسمك قوي من التدريبات محضر كل حاجه كل حاجه محضر حتى الفيديو واحد حتى كل حاجه. فانا كان جسمي في التوقيت ده انا مستعد للنادي الاهلي واي فريق بيلعبه في افريقيا، فانا ما تاثرتش بالضربه مش انا اقع بيها في الارض واعمل امثل لا مش طبيعتي لكن انا فعلا وصلت ايده لجسمي حتى لو جبت اللقطه مره واثنين وثلاثه. حضرتك ما استغربتش من قرار الحكم ان هو طرد لان حضرتك شايف ان ده طرد مستحق؟ ده انا ما استغربتش فعلا ان هو طرد فعلا على طول مباشر، بس هو بعض المحللين بيقول لك انذار ما فيش مشاكل. وزمان غير دلوقتي برضه وزمان ما كانش فيه فار يعني الكوره اختلفت. لا هو الكابتن محمد يوسف انا لو كنت انا هو كان تفكيره ان انا فعلا مديت ايدي عليه او مسكته زي ما بيقول انا بتاسف له لكن انا ما حصلتش مني بجد والله يعني ما توصلش لكده لان انا طبيعتنا كان انا والزمالك كنا مع بعض سفريه في فندق واحد نومه واحده نتعشى مع بعض انتوا مع بعض ما غير فيش حاليا خالص النديه اللي موجوده غير خاصه وده كله كنا بنسافر في افريقيا هو الاهلي بطل الكاس احنا ابطال الدوري هو ابطال الدوري احنا ابطال الكاس كان في علاقه كويسه بين مجالس الاداره بره الملعب كمان كنت مع علاقه كويسه فما اقدرش اتكلم على حد اقول له انت كنت وحش غير الفتره دي بقى المواشات وال طب انتوا بعديها علاقتكم كانت كويسه ولا من بعديها ما فيش اصلا علاقه؟ لا احنا جينا وقعدنا واتكرمنا للشباب والرياض كابتن محمد يوسف كل الاهلي والزمالك لا انا قصدي مع كابتن محمد يوسف هل حصل بعد الماتش ده بينكوا عتاب لا هل لا بقيتوا لا لا عادي النادي الاهلي بعد المباراه ما اعرفش استلم ميداليات قالوا انه ما جابوش تسليم الميداليات ودي النقطه الغريبه عندي خالص
ما جابوش لقطة تسليم الميداليات لان الزمالك هو اللي فايز. اه لو اي نادي تاني كان هيجيبوا تسليم. يعني ده من زمان يعني يا كابتن؟ بس يعني بعض الزملكاويه بيقولوا الموضوع ده ان احنا في الصعيد بنبقى فرحانين جدا نلبس ميداليه. حضرتك من المنيا؟ من المنيا. انا فرحانين اهلي حتى يشوفوا ان سيبك من كلمه القاهره وده كله. لو حضرتك مستر اسيست يعني حضرتك اللي عامل الاسيست بتاع الهدف يعني. ده حاجه جميله جدا ان احنا فعلا الجيل ده. انا عايز اقوله من الاول كابتن حسين السيد لإيمانويل عايز اقول اسمائهم كلهم. ما شفناش حد وحش. ما شفناش اخطاء خط حد. كباتن كبار كباتن والفرقه كان ساعتها مش هقول لك مسيطره على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير. كنا احنا في التسعينات رقم واحد في مصر.